تامر صفوت، مبروك 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 على التنظيم، مبروك على المشاركة السنة دي، مبروك على ان انتوا بتثبتوا ان مصر فيها اكبر صناعات غذائية، اجود منتجات، حاجة هايلة جدا. كلمنا عن معرضنا، كلمنا عن المشاركين، كلمنا عن بعثة المشترين. ما بيحصلش ده غير في المعارض العالمية. الحمد لله، احنا فعلا زي ما ابتدينا من 4 سنين، الدورة الاولى في 2015 كان هدفنا من الاول ان احنا نحط مصر على خريطة المعارض الاقليمية والعالمية. احنا قلنا ان المعرض ده لازم يستهدف قارة افريقيا ومنطقة الشرق الاوسط، مش السوق المصري فقط. فكان ده شغلنا من الاول، ان احنا بنشتغل على ازاي المعرض ده يبقى نقطة التقاء لكافة العاملين بمجال الصناعات الغذائية في القارة، في المنطقة بصفة عامة. ده كان محتاج مننا شغل كبير جدا على مستوى التسويق الدولي، ان احنا نجيب عارضين من دول مختلفة بيستهدفوا القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وفي نفس الوقت نجيب الزائرين من كافة دول المنطقة. وده اللي احنا اشتغلنا عليه من أول سنة. كل سنة الحمد لله بنكبر عن السنة اللي قبلها. ويعني طبعا برضو لازم نذكر شيء مهم جدا، ان من الحاجات اللي ساعدت صناعة المعارض في مصر، ودي نقطة مهمة جدا، هي وجود البنية التحتية. فاحنا الحمد لله احنا في مكان، احنا أول مرة ننظم المعرض فود أفريكا السنة دي في أرض مركز مصر للمعارض الدولية. وطبعا معظم الناس يعني حاسين طبعا بان يعني دي خطوه مهمه جدا كانت البلد محتاجاها، ان يبقى في ارض معارض بمساحات كبيره نقدر نستوعب العدد الكبير. عالميه عالميه، ده حقيقي ده حقيقي.